سجلت الإمارات أكثر من 11973 علامة تجارية جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الذي أفاد أن أغسطس الماضي سجل أكثر من 1706 علامات تجارية جديدة، فيما شملت العلامات التجارية الجديدة المسجلة شركات محلية وعالمية داخل الدولة وفي المناطق الحرة، وتمثل قطاعات متنوعة منها تقنية المعلومات والتكنولوجيا وخدمات الدفع الإلكتروني والإلكترونيات والهواتف المتحركة وقطاع السياحة والسفر والطيران وإدارة الفنادق والضيافة وغيرها الكثير من القطاعات التجارية والخدمية. وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لعدد كبير من الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مقراً لإدارة أعمالها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام. وخلال عام 2022 تم تسجيل 16273 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام الماضي، حيث يدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم. ووفقاً للقانون، فإن العلامة التجارية هي عبارة عن علامة مميزة أو مؤشر يستخدمه فرد أو مؤسسة للدلالة على أن المنتجات أو الخدمات المقدمة للمستهلك والتي تظهر عليها العلامة التجارية نفسها من المصدر، وذلك لتمييز منتجاتها.